وزير الخارجية سامح شكري اتكلم النهاردة عن آليات يتم تفعيلها للتعامل مع أي مخالفات تتعلق باتفاقية السلام مع إسرائيل في مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية سلوفانيا تانيا فايون اللي بتزور مصر. شكري قال اتفاقية السلام خيار استراتيجي اتخذته مصر من أكثر من 40 سنة، هو الركيزة الأساسية للسلام والأمن في المنطقة، والاتفاقية ليها آليات بيتم تفعيلها للتعامل مع أي مخالفات تحصل في الإطار الفني وفي إطار لجنة الاتصال العسكري. وزير الخارجية أكد أن الرسالة دايما هي أننا لا نكتفي بالحديث الشفهي، ولكن لابد تكون في إجراءات مؤثرة وردود فعل لاحتواء الأمر وضرورة الوصول لوقف إطلاق نار كامل وتوفير المساعدات الإنسانية، لأن الوضع الحالي في إطار غلق معبر رفح يقتضي أن إسرائيل تتحمل مسؤوليتها كدولة احتلال وتوفر هي المساعدات للشعب الفلسطيني وتفتح معبر رفح نظرا لوجود كميات كبيرة من المساعدات بتنتظر الدخول. شكري قال مصر دايما بتشتغل على احتواء الأزمة للتوصل لوقف إطلاق نار، وبذلت جهد كبير مع قطر وأمريكا من شهور، لكن للأسف الجهود دي لم تكلل بالنجاح لغاية دلوقتي، لكن ده لا يدعو إطلاقا أننا نبتعد عن استمرار تقديم العون للأطراف عشان نحقق الهدف، لأنه حيوي لحماية الشعب الفلسطيني مش بس فيما يتعلق بالوضع في غزة، لكن في إطار التوجه السياسي عشان نحقق حل الدولتين ونقيم دولة فلسطينية. وبالتأكيد هنستمر في هذا الجهد مع الأطراف التانية، لكن لازم تكون في إرادة سياسية للوصول لنتيجة. وقال ندعو الكل إن هم يمارسوا مبدأ المفاوضات من منطلق المرونة، لأن الوضع الإنساني لا يحتمل والأضرار المادية كبيرة جدا وحجم التدمير وفقد الأرواح لا يمكن يستمر، وفي أطروحات معتدلة بتلبي الغرض للطرفين ولابد من الموافقة عليها عشان يبقى فيه هدنة وتبادل أسرى ومعتجزين والتعامل مع وضع إنساني صعب ومنع استمرار النزوح اللي ممكن يفرغ الأرض من الشعب الفلسطيني، وده أمر بيحرص عليه الشعب الفلسطيني نفسه وبيحاول تجنبه. بالمناسبة مصر أعلنت اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوة اللي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل قدام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في غزة. وزارة الخارجية في بيان على فيسبوك قالت مصر أوضحت أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوة المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير للبنية التحتية في القطاع ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى لخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت لخلق ظروف غير قابلة للحياة في غزة في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 49 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. الخارجية أكدت أن مصر طلبت إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، نفس الكلام اللي قاله الوزير سامح شكري، وتنفيذها لتدابير مؤقتة صادرة عن محكمة العدل الدولية اللي بتطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كاف يلبي احتياجات الفلسطينيين في غزة وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني كشعب يتمتع بالحماية وفقا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. ومصر جددت مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة إنها ضروري تتحرك فورا لوقف إطلاق النار في غزة والعمليات العسكرية في رفح وتوفر الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين. الحقيقة يعني حسب زي ما بعت لي كده الدكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام إن انضمام مصر
دعوة جنوب أفريقيا، هو مطلب شعبي الحقيقة بقاله فترة لبته وزارة الخارجية. ليه النهاردة؟ ليه دلوقتي؟ طب ما هو المطلب موجود من وقت ما تقدمت جنوب أفريقيا بدعواها، لكن النهاردة الكلام ده كله بيحصل عشان خاطر يعني يبقى في تحرك حاصل قدام ما تفعله إسرائيل في رفح، في محاولة أن تبقى في خطوط محطوطة قدامها ووسائل جديدة تستخدمها مصر في الضغط على إسرائيل كي تتوقف عما تفعله. هي مجموعة من الأدوات، هي مجموعة من الأدوات اللي بتستخدمها مصر عشان خاطر تحاول الوصول بالقضية إلى بر الأمان، إيقاف الزحف الإسرائيلي، إيقاف الهجوم الإسرائيلي، وفي نفس الوقت إنقاذ كل ما يمكن إنقاذه في هذا الوضع المأساوي. خليني أرحب بالسيد مجيد بودن من فرنسا يكلمنا عن ما يراه بالنسبة للأحداث الحالية اللي موجودة حوالينا، وخاصة بعد الدخول في رفح في أحيائها من الجانب الإسرائيلي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني كيف ترى الوضع النهاردة والمحاولات لاحتواء الوضع؟ هل هو وضع قابل للاحتواء أم انفرط العقد أو العقد؟ يعني الوضع دائما قابل للاحتواء، ويجب أن يكون قابل للاحتواء، ويجب احتواءه، لأن إسرائيل الآن تتصرف بشكل مخالف تماما ومناقض لما أمرت به محكمة العدل الدولية، أي أن إسرائيل الآن تقوم بجريمة أخرى، وهي جريمة عدم امتثال إلى قرارات محكمة العدل الدولية. كذلك تقوم بمتابعة الانتهاكات، وواجبها الآن بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية في القضية التي قامت بها جنوب أفريقيا، أن تقوم إسرائيل بإصلاح الوضع، أي بأن تكف عن الانتهاكات، وها هي الآن تستمر في الانتهاكات وتذهب إلى درجة أعلى من الانتهاكات، وتبدأ في الدخول إلى رفح وتهدد يعني أكثر من 1,500,000 ساكن عزل، وهي لها مسؤولية سلطة الاحتلال، وبالتالي الخروقات صارت متعددة وجسيمة وداهمة، ويعني هناك خطر داهم. هذا سيمكن محكمة العدل الدولية، ونرى أن جنوب أفريقيا والعديد من الدول التي انضمت إلى جنوب أفريقيا ومنها مصر وكثير من الدول تريد الآن أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا جديدا، أولا بالتذكير بما قامت به سابقا من أمر إسرائيل بأن تلجم نفسها عن متابعة. طب ما يا سيد مجيد، يعني هي المحكمة ألزمت إسرائيل باتخاذ تدابير وقائية ولم تلتزم إسرائيل، وكان في موعد محدد والموعد مرت عليه شهور دلوقتي ولم يحدث شيء. إيه الجديد اللي يخلي إسرائيل ممكن تتحرك مهما قالت محكمة العدل الدولية أو الجنائية أو أي سلطة قضائية دولية؟ أولا أن هناك تراكم لعديد من قرارات محكمة العدل الدولية الآن، حتى القرار الثاني الذي كان قرارا لم يأمر بأشياء جديدة كان ذكر بالقرار الأول، وبالتالي هناك تراكمات في القرارات، وهذا يحسب ضد إسرائيل. لكن كذلك الآن دخلت قضية جديدة، قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا، وكان فيها كذلك قرار من محكمة العدل الدولية يقول أن ألمانيا قالت بأن أسلحتها لا تستعمل في عملية الإبادة الجماعية ولا في جريمة الحرب، وبالتالي هذا منعرج مهم جدا. الآن أمريكا بنفسها، الولايات المتحدة الأمريكية نفسها صارت في وضع صعب، ويجب عليها تنفيذ القانون الدولي، لأن كل سياستها الخارجية
من ناحية المبادئ مبنية على احترام القانون الدولي، وهي تطالب بذلك فيما يخص أوكرانيا وبأحقية، ولكن هناك عدم تطبيق للقانون الدولي فيما يخص إسرائيل كدولة احتلال، وفيما يخص فلسطين كدولة وكشعب وقع الاعتداء عليهم واحتلالهم لمدة طويلة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لما نرى الآن جو بايدن الرئيس الأمريكي يطالب إسرائيل ويقول لإسرائيل أنه سيوقف إصدار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، فإن هناك منعرج، وهذا المنعرج سيكون جدي، لأن بايدن ليس له خيار الآن، إما أن يسكت ويكون مساهم في هذه الجرائم أو يتخذ هذا القرار. ونرى أن هناك لعبة سياسية بين بايدن ونتنياهو، نتنياهو يريد إسقاط بايدن ولأسباب سياسية ولأسباب شخصية لنتنياهو، وبالتالي بايدن وإدارته لا يمكن لها مهما كان موقفها السياسي أن تخسر السلطة في أمريكا وهي على باب انتخابات. وبالتالي الآن سيكون هناك تحرك أكبر. نرى أن الاتحاد الأوروبي ولو امتنع في الكثير من بلدان الاتحاد الأوروبي امتنعت عن التصويت إيجابيا في أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين كدولة، لكن الاتحاد الأوروبي هو على وشك اتخاذ قرار للاعتراف بفلسطين كدولة بجانب إسرائيل، ولأن حل الدولتين لا يمكن أن يكون حل الدولتين وهناك دولة قائمة وهي إسرائيل ودولة أخرى مغيبة، ويقول البعض يعني حضرتك شايف أن هذا التحرك اللي حصل تحرك جدي وليس تحرك صوري. كل تحرك هو فيه أشياء إيجابية وهو جدي ويجب أخذه بعين الاعتبار والبناء عليه. ليست هناك إلى الحد الآن، القضاء الدولي لم يتخذ أي قرار واحد كان سلبيا، وبالتالي يجب أن نرى نصف الكأس المليان ولا نرى نصف الكأس الفارغ. وبالتالي هناك أشياء جدية، دول العالم تغير موقفها، الشباب العالم تغير موقفها، هؤلاء الشباب لما نرى المظاهرات التي تجري في الجامعات مواقف تغيرت كليا. لكن هنا يجب أن ننتبه إلى شيء، لا يجب أن يجب أن تتحول هذا الدعم للحقوق الفلسطينية إلى شيء إيجابي وملموس وبناء. لا يجب أن تكون المسألة عاطفية، فلسطين ضد إسرائيل، ليس هذا الموقف. الموقف هو موقف حق، هو موقف قانون دولي. موقف القانون الدولي يقول أن هناك دولة إسرائيل موجودة منذ اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة 1947، ولكن هناك وضع جديد بعد 67. العالم يريد أن تكون حدود 67 والسلطة الفلسطينية والفلسطينيين في أغلبيتهم الساحقة يريدون حدود 67، وبالتالي يجب أن يكون حل الدولتين، وهناك في المفاوضات دولتين قائمتين قبل المفاوضات، ولا يمكن تأخير الاعتراف بالدولة الفلسطينية كنتيجة للمفاوضات، بل يجب أن تكون هي ديناميكية المفاوضات، نقطة منطلق المفاوضات. السيد دباجيت بودن، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، إلى لقاء قريب.